دابا غادي نصاوب الجيب ديال لافيست كما كتشوفوا. نصاوب هاد الجيب، هذا جيب الشق كيسميوه. نصاوبو معاكم بواحد الطريقة سهلة مبسطة، يمكن للمبتدئات يديروه في لافيست ديالهم، ولا في مونطو، ولا كيدار في مونطو، في لافيست، في كاب، كيدار بزاف سراول كما شفتو. هو هذا الجيب. نصاوب الجهة الثانية عندي هنايا. اول حاجه كنهبطو بعدا من هاد الجهه ديال التركيز هنايا. الا كان الشخص ديال هاد مول هاد البياسه قصاور، راكم كتهبطوا من هنايا 20 ولا 22. انا هادي هاد لافيستا هادي ديال بنتي طويله، هبطت لها 25. راني كنت طراسيت معاكم في الفصاله، كنت هبطت هنايا 20، ولكن الجيب جاها طالع هبطت لها هنايا 25. من هاد النقطة هادي كنهبط لهنايا، وكنخرج من هنايا بخمسة ديال السنتيم. هيا فين عندي، ونحط العبار ديال الجيب ديالي شحال ما كنت باغا فيه. لو كنت باغا 13 ولا 14، انا درت فيه 13 هنايا. غنجيب هاد القطعة هادي ديال الجيب اللي فصلت معاكم، راه كنت درت فيها 40 في الطول، والعرض ديالها كديرو 20. غنجيبها وغنحطها هنايا على هاد فين طراسيت الجيب ديالي، وغادي نخلي خارج واحد 4 ديال السنتيم من هاد القطعة هادي. ها هي غنحط هاد هكايا، ونخلي هاد 4 السنتيم خارجة ليه. غنجيب المسطرة، على داك الخط اللي عندي من التحت من طراسي، نخلي جوج سنتيم. داك الخويه اللي عندي في الوسط عندي فيها جوج سنتيم، غندير جوج سنتيم. هنايا غنطراسي 13 سنتيم ديالي، وهاد جوج سنتيم اللي عندي هنا غادي نقسمها، غندير سنتيم نخليه هنا وسنتيم نخليه من هاد الجهة. وغندير هنايا مثلث بحال اللي كنديرو في الجيب باسبوالي. بهاد الطريقة غادي نشد بالبانكات وندوز نخيط ندوز بالخياطة على هاد الطراساج اللي عندي، غير هاد المستطيل هذا، هاد الخط الوسطاني ما غاديش ندوز عليه. ندوز من هنا ونجي من هنا نرجع ونطلع من هنايا. مشتو، انا دزت بالخياطه هنايا. دابا غادي نقطع هنا في الوسط، غادي نشد هنا في المنتصف، وصلت تما ونحبس. نحاول ما نقش الخياطه باش ما تتحليش، نوصل غير حداها ونحبس. هكا بهاد الطريقه هادي وندير الجهة الأخرى هكاك بنفس الطريقة. دابا غادي نجيب هادشي هذا اللي عندي هنايا وغادي نحشيه لداخل.
هكا نحاول نقاد هاد الخياطه ندخلها لداخل وغادي ندوز عليها بالميكوات. دير الميكوات ندوز عليها مزيان كما شفتوا، ندوز عليها هكا بالميكوات مزيان صافي. دابا اش غندير؟ غنقلبو هكايا غادي نجي لهاد المسافة اللي عندي هنا جوج ديال السنتيم، نعلم المنتصف في الراه هكايا من هنا عاود هذا هو المنتصف. غادي نجر هاد الطريف هذا غادي نشدو هكايا غادي نخرج واحد السنتيم تنوصلو لفين طراسيت هكا. نجي من الجهة الأخرى عاود نخرج هكايا تنوصل لهاد الطراساج اللي عندي هنايا فين طراسيت منتصف هكا. ونجر هاد الجهة هادي عاود نهزها هكا من هنايا نجر تمن داك السنتيم داك الخياطة نحاول نحلها نخليها ما تبعنيش صافي. شد هنا بالبانكة تعاود نشد غير فداك السنتيم اللي جريت هنايا يكونوا ملاصقين من هاد البلايص هادو يكونوا ملاصقين ما يكونوش مراكبين وما يكونوش مباعدين. هذه هي الطريقة راه الطريقة سهلة نحاول نقاد بيدي قبل ما ندوز بالخياطة. دابا غادي ندوز باش نخيطها. دابا غادي نشد هاد القطعة هادي نشدها مع هاد الطريف هذا اللي عندي هنا اللي قطعت قبيلة غنشدهم بجوج وندوز على هاد الخياطة اللي درت قبيلة ندوز عليها نيشان هيا غنشد من هنايا خياطة غنبداها من هنا من هاد البلاصة حتى الجهة التانية من هنايا ونحبس. خيطت هادي دابا غنخيط هاد الجهة هادي التانية غنشدها هكايا وغنخيطها تا هي مع هادي مع هاد الطريف هدا غادي نخيطو مع هاد السنتيم غنشدو هكا ونقلبو باش تبان لي باش ندوز على هاد الخياطة اللي عندي هنايا. ندوز على هاد المثلث من هنايا بخياطة بالجهات بجوج هذا هو الجيب ديالنا كما شفتوا. شوف من هنا راه جا مقاد دابا غنقلبو نجيب هاد القطعه هادي
غادي نقص من هذه شويه اللي داير الدوبلور من الداخل، ما يحتاجش ينقص هذا الشيء هذا لان كيكون مغطي. انا لافيس ديالي ما غاديش ندير لها الدوبلور. غادي نجيب هذا القطعه هذه، غادي نشدها مع هذا السنتيم اللي عندي هنايا، نشدها هكا ندخل هذا الشنتيف هنا من الداخل. كما قلت لكم اللي عنده الدوبلور راه ما يديرش هكا، يشدها غير هكا بالخياطه، يشدها هكايا ويدوز عليا بالخياطه وصافي. انا ندخل هذا الشنتيف باش ما يبقاش يبان، ندير لها هكايا وندوز عليا بالخياطه. شفتو ان انا عاود ندوز عليها بخياطه من هنا ومن هنا، نجيب غنهبط هكا بخياطه. صافي هذا هو الجيب ديالنا، هادشي غيتحيد بالسورجي. هذا هو الجويب ديالنا، طريقة سهلة. كنحاول ندير معاكم طريقة اللي ساهلين ومفهومين. دابا غندوز نصاوب نلصق الكتاف باش نصاوبو الكولشال ديالنا. هنايا راه جبت الدوفا الأولى حطيتها على الظهر، هذا هو الظهر ديالنا، هذا هو الوجه كيكون الفوق، هذا الكفا، نحطو عليه الدوفا، نجيبو الكتاف نلاقيوهم هنايا. نلاقيهم عادي، نجيب هذا الكتف لهنايا لهاد البلاصه هذه نلاقيها. هذا هو الكتف ديالنا. جبت التبطين ديالي، غادي نحط واحد على واحد هكا، الوجه عند الوجه. نجي من هنايا هاد البلاصه هذه اللي غتكون في الخلف، غندوز عليها سنتيم ديال الخياطه. ضروري من ريتمو ديروها باش الخياطه ما كتفتقش. غادي نجيب حتى هادي، نجيب الكول ديالي هنايا، هذا راه بحالو بحال هذا اللي لصقناه هنا، هذا هنايا اللي لاصق عندي في الكول. هنا غندير لوجه عند لوجه وغادي نخيطهم من هنايا سنتيم تا هما. هادي هي لافيس ديالي، غادي نجيبها ونحطها هكايا. هذا هو الوجه، هذا هو الظهر، هو هذا. غادي نجيب هاد التبطين، غادي ندير الخياطة عند الخياطة هنايا. إلا كان من الأحسن تحلو هادي بالميكوات، هاد الخياطة هادي. هنا نديرو الخياطة عند الخياطة، نمشيو معاها بالخياطة من هنايا، ندورو معاها كاملة. غنبدا من هنا من النص وندوز عليا بالخياطة ونرجع نضرب النص الآخر.
نقلب الجهه الاخرى. هنا لصقت الطبطين، درت معاه كامل، ونقلبو هكايا. غادي ندوز غنخيط هادي هاد الخلف ديال لافيس دور هاد العنق. نبدا الخياطه من هنا، منين بديت قبيله الخياطه ديال الكتف غنبداها من تما وندور. هنايا غنجيب هاد الكول باش نفيني به. هنا راه ما درتش هاد السجفة ديال هذا، من الاحسن تدار السجفة. بغيتي ديروها تفينيو غير بهذا، نيت غنجيب هاد الخياطة هادي ونحط هاد الخياطة على هاد الخياطة. بعدا راه درت فيهم قطعتهم كرانات باش يجيني ضاير، وندخل هنايا سنتيم نطوي هكا، ندخل هادشي لداخل. هكايا ندوز من هنايا بالخياطة على التالي حد الكتف. هنايا وهاد الكتف هذا عاود من هنايا هاد البليصة هاد 7 سنتيم ديال الكتف اللي عندي هنايا، غادي نشدها ونخيطها من الداخل من هنا، نلصقها مع الكتف. مشت هنايا تجي على هاد الطريقة هادي، هاد البليصة هادي غادي نقطعها وغادي ندير لها هكايا. تجي فينيا من هنايا صافي، والجهة الأخرى تاهي غندير لها نفس الطريقة.